أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما كنا نشوف الكثير من البرامج الجميلة والواعدة والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة وحققت نجاح كبير بين الجزائريين، لكن احنا ربما حنستضيف زميل الشيء الفريد في هذا الموضوع، أنه أول برنامج بث على قناة الشروق، أول برنامج بث على قناة الشروق في بدايتها الأولى، وهو برنامج هذه حياتي للزميل الذي أصبح أشهر من نار على علم، توفيق فضيل الذي نستقبله في البلاطو الآن. تفضل توفيق. ما نقدرش نصفقه. مرحبا بك توفيق فضيل، تفضل. على طريقة نجوم السينما هذيك لازم لها ميلايني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بك توفيق. مرحبا بك توفيق، كل عام والشروق بخير وكل عام وأنت بخير. وكما قالت ليلى في المقدمة، اختيار هذه حياتي ليكون عينة عن برامج الناجحة في الشروق لم يأتي هكذا اعتباطا، وإنما تاريخيا راك مفجر البرامج في البداية، وثاني شعبيا عنده شعبية ويدير جدل بالشخصيات ويدخل إلى كل البيوت، وهذه حاجة جديدة في البرامج التلفزيونية في الجزائر. هي توفيق، قبل الإجابة على هذا السؤال أنا حبيت نسألك، كيف جاتك الفكرة باش ترفد الكاميرا وتروح تصور برنامج في قناة هذاك وين بدات، يعني ما فيها ولا شيء؟ تفضل. في الحقيقة أولا مساء الخير، ثاني حاجة تهانينا لكل الزملاء بعيدنا الخامس هذا. أول حاجة الفكرة صح، في الأول احنا درنا عدة كما يقول لك واحد تروا كونسيبت ليميسيون، كانت قناة شروق مجرد فكرة قبلها كامل. بصراحة أنا محظوظ لأنه كنت من الجيل الأول اللي تاع الصحافة المكتوبة المستقلة في بداية التسعينيات، صح. كنت من الجيل الأول والحمد لله اليوم الثاني، كنت أنا من الراعي الأول، من الراعي الأول ومن بين الصحفيين اللي بداوا، يعني كان برنامج أول برنامج في أول قناة في يعني في قناة مستقلة في الجزائر. الفكرة هي كيفاش كانت؟ احنا بدينا درنا تروا كونسيبت، الكونسيبت الاول كان شويه فيه مودرن وكذا وكلش فيه اليوت وهذوك، ومن بعد قلنا احنا يا لازم نكونوا قراب من المجتمع الجزائري. هملا رجعناه بالدارجه، رجعناه بالعاميه، رجعناه سبونتاني، نحينا له ديك المقدمه. رحت للجزائر العميقه وشفت شخصيات اللي حابين الجزائريين يتعرفوا عليهم. اهم حاجه انه ثاني قدرنا انه فيه البرنامج فيه شيء من السياحه، نعرفوا بالمنطقه، نديروا كارت بوستال، عوض لا نديروا مقدمه نديروا كارت بوستال، نديروا لا ميوزيك تاع لا ريجيون هذه تاع المنطقه. هذه هي الاشياء اللي خممنا فيها والحمد لله، يعني القصد عند الجمهور وتقبلها الجمهور والحمد لله. وجهوا برامج اخرى الحادث جاء وفعلوا الخير، ومن بعد جا المنشار. انا نتذكر انا تعبت كثير لانه ما كانش كاين في الاول الوسائل والامكانيات ولكن نجحت. نشكرك توفيق ونتمنى لك النجاح والتوفيق. أيوة ان شاء الله. وننتقل الان قاده للبرامج الكبيره اللي اول مره تفوت في قناه جزائريه خاصه، برامج عالميه عربيه صنعت الفارق.